تكون عن أخبار ونشاطات مديرية المرور العامة. دائما احنا نذكر انه مقابلات السيد مدير المرور العام المحترم تكون يوم الثلاثاء الساعة 9 صباحا في مقر مديرية المرور العامة قرب ملعب الشعب. اي شخص عنده اي استفسار، عنده اي شكوى، عنده اي شيء اي يخص معاملته يقدر يتوجه يوم الثلاثاء الى مديرية المرور العامة. وايضا عندنا الخطوط الساخنة لمديرية المرور العامة هي 455 واللي يكون شغال 24 ساعة، لا سامح الله تعرضت إلى حادث أو احتاجت أو هناك اختناقات مرورية في مكان معين، زخم مروري صار قدامك فد موقف، تقدر تتصل على 455 على مدار 24 ساعة. وحياكم الله. أيضا تنويه هام بخصوص الدراجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات التوك توك والستوتة. حسب توجيهات السيد معالي وزير الداخلية المحترم، تمدد موعد تسجيل الدراجات النارية في مديرية المرور العامة للدراجات اللي وارد قرصها في الجمرك، يعني الدراجات اللي بيها أوراق جمركية أو اللي مراجع الجمرك قبل تاريخ 1/12 ومنتظر فقط أنه القرص يوصل من مديرية الجمارك إلى المرور، هذا الشخص يأخذ دراجته ويقدر يتوجه إلى مواقع التسجيل في بغداد والمحافظات. ومثل ما نذكر دائما أنه في بغداد عندنا موقع التاجيات وموقع الحسينية وموقع الدنيا، هذه ثلاث مواقع هي مخصصة لتسجيل الدراجات. بقية المواقع كلا حسب محافظته يروح يتوجه إلى الموقع الخاص به. الدراجات فقط اللي مراجع جمرك واللي دافع جمرك واللي ينتظر قرص الجمارك، هذا فقط اللي يقدر يتوجه ويسجل دراجته في مواقع تسجيل المرور. أما الأشخاص اللي ما مراجع ولا عنده أوراق جمركية ولا عنده أي شيء يخص دراجته، هذول للأسف انتهى موعد تسجيل دراجاتهم وما يحق له بعد أنه يتجول بدراجته داخل. والزخم المروري في شوارع بغداد الحبيبة، لاحظنا في الأيام السابقة هنالك كثافة غير اعتيادية، مو الكثافة العالية اللي تعودنا عليها، أكيد أكو كثافة أعلى. واليوم أيضا شهدت شوارع بغداد كثافات عالية، زخم مروري
عالي. السبب انه بسبب الامطار، وان شاء الله يا رب تكون امطار خير وبركه اكيد على الجميع، بس احنا بسبب الاعمال اللي موجوده في مناطق متعدده من بغداد، هذه الاعمال هنالك اكيد ورا ما صارت امطار صارت الطرق اللي قريبه عليها اكيد اكثرها تراب وانقاض وشي، فصار اكو الطريق قام يصير زلق، أكثر سائقي المركبات صار عندهم بطء بحركة السير، فأكيد هذا سبب زخم. إضافة إلى أنه إحنا بالعادة عندنا فد زيادة بأعداد المركبات غير اعتيادية، يعني شوارع بغداد مصممة في 70s و 80s القرن الماضي اللي هي تستوعب فقط من 400,000 إلى ماكزيموم 700,000 مركبة فقط. هذه الأعداد الهائلة أكيد شوارعنا، واليوم أكو 4 ملايين سيارة في بغداد على الأقل، 4 ملايين سيارة تتجول في شوارع طاقتها الاستيعابية 400 إلى 700,000 مركبة، فأكيد هذا الشيء شوارع مدى تستوعبه. أيضا إحنا اليوم أكو كثير من مناطق بغداد يكون بها هنالك أعمار، هنالك توسعة، بس بعد يحتاج أكثر، يحتاج صبر أكثر، يحتاج تعاون ما بين سائقي المركبات. راح نتحدث أكثر عن موضوع الزخم المروري، راح يكون ويانا سيادة الرائد عبد الكريم حاتم العيثاوي، ضابط قسم الاتصالات والسيطرة المركزية في مديرية المرور العام. رائد عبد الكريم، أهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بجنابكم الكريم السيد المقدم على جنابكم وكذلك المواطنين الكرام. اهلا وسهلا، حياك الله في إذاعة القوات المسلحة العراقية وبرنامج السلام. أولا اليوم احنا محور حلقتنا عن الاختناقات المرورية، نلاحظ هنالك الكثير من الاختناقات المرورية، أماكن زخم عالية في بغداد. أول شيء نريد نعرف باعتبارك أنت ضابط سيطرة وأكيد أنت مراقبة أول بأول لشوارع بغداد، أسباب الزخم في بغداد شنو هي؟ ابتداء نعم، حقيقة مناطق الأعمال مدينة بغداد تشهد بالساحات والتقاطعات الرئيسية المترتزة داخل مركز مدينة بغداد، نعم، أعمال كساحة النسور، مفرق الدورة، كذلك الفنون، مجسر محمد القاسم، وكل الساحات والتقاطعات المهمة مرتبطة بحركة سير المرور تشهد أعمال لغرض توسعات وإنشاء مجسرات وكذلك أنفاق، نعم، أثر التأثير مباشر على حركة السير والمرور داخل مدينة بغداد. حقيقة مفارزنا من الساعة 6:30 صباحا كانت بإشراف السيد مدير المرور العام والسادة أمري القواطع والسادة مدراء بغداد الكرخ والرصافة إشرافهم المباشر على تنظيم حركة السير والمرور. ساعة 9:30 انتهى عندنا الزخم باستثناء المناطق اللي مرتبطة بمناطق الأعمال، نعم، ساحات والتقاطعات الداخلية لحد الآن بدأت تشهد زخم بسبب مناطق الأعمال وكذلك حالة جو الطقس. نعم، حالة الطقس حاليا ممطرة، لذلك تكون حركة المركبات محدودة وبسرعة بطيئة، أيضا تأثر لنا على حركة السير والمرور. كل القوى المرورية إن شاء الله منتشرة تتابع حركة السير والمرور بالوقت الحاضر. نعم، إذا أريد تشرح لنا عن الأعمال بالتفصيل اللي بجانب الكرخ واللي بجانب الرصافة. اليوم إحنا عندنا مثلا سائقي المركبات اللي ببغداد تعودوا على مناطق الأعمال اللي موجودة، بس عندنا اللي ديجون من المحافظات كل يعني دائما إحنا نسمع يقولون إحنا كل ما نجي لبغداد نلاقي أعمال بعد أكثر، نلاقي توسعة أكثر، مدى نعرف الطرق البديلة لهذه المناطق اللي إحنا متعودين عليها، وخاصة هي في يعني إحنا مثل ما نقول في قلب بغداد والمناطق المهمة. فاليوم إذا نجي مثلا من جانب الكرخ، شنو هي الأعمال اللي موجودة بجانب الكرخ، وكل منطقة شنو هي الطريق البديل أو الطريق المقترح عدا هذا المكان اللي موجود به الأعمال؟ صحيح، في جانب الكرخ عندنا مثلا الخط الرئيسي الممتد من جسر بغداد علوة الرشيد مرورا بتقاطع الدورة، هذا التقاطع يشهد أعمال ذهاب وأياب، أصبح هذا التقاطع يرتبط بساحة النسور اللي هي مركز مدينة بغداد الكرخ، تشهد أعمال كبيرة. نعم، وتصبح الساحة حاليا غير معبدة، محيط الساحة طريق ترابي مع هطول الأمطار أصبح هذا يسبب لنا زخم جدا عالي والمركبات تسير بمركبات بطيئة. خط البديل هو طريق المصافي، خط سريع اليوسفية الجديد، نعم، باتجاه تقاطع المصافي عبورا باتجاه الطابقين باتجاه المنطقة الخضراء
اللي حاليا هي مفتوحة اللي تربط جانبي الكرخ والرصافة. في جانب الرصافة عندنا منطقة أعمال الطاقة وكذلك باتجاه الرستومية. الخط البديل هو طريق السندباد باتجاه الطاقة روان بجسر ديالة. هذا الطريق الجديد اللي سبب لنا أو خفف لنا نسبة الزخم تقريبا 60%. طريق السندباد الجديد اللي يتحول عبورا محاذاة النهر باتجاه الكرات خارج طريق السدوم ثم باتجاه المناطق الداخلية في جانب الرصافة. نعم، ساحة النسور والفارس العربي أكو طريق بديل؟ صحيح، باتجاه المنطقة الخاصة المنطقة الخضراء، كذلك باتجاه شارع 14 رمضان وساحة اللقاء. المناطق والساحات الرئيسية المحاذية لهذه الساحة هي الطرق البديلة. صحيح. فقط الطرق الخارجية عندنا أصبح طريق اليوسفية السريع وطريق السندباد بديلة، أما الساحات والتقاطعات الداخلية هي الساحات المجاورة لها. تم تعزيز القوة وكانت بإشراف سادة أمريكا واطة لغرض امتصاص هذا الزخم. نعم، ممكن تتحدث لنا عن طريق السندباد واللي هو سمعنا الكثير عنه واللي افتتحه قبل مدة السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم؟ طريق السندباد وين بالضبط وخدم أي منطقة؟ هذا الطريق هو رئيسي حقيقة، أشرف عليه السيد معالي رئيس الدولة رئيس الوزراء والسيد معالي وزير الداخلية المحترم بافتتاحه قبل فترة. هذا الطريق يخفف لنا نسبة الزخم السير اللي قاد منها من المحافظات الجنوبية باتجاه مدينة بغداد الرصافة اللي يربط من ساحة فلكة محد التقني أو ساحة الزعفرانية محاذاة النهر. طبعا هذا الطريق هو ذهاب وإياب سايد واحد يربط باتجاه منطقة السدة كمسارة باتجاه الكرادة خارج. خفف لنا الزخم لجانب الرصافة امتدادا من المناطق الخارجية باتجاه الداخل. هذا الخط هو ذهاب وإياب سايد واحد يستوعب المركبات، خفف لنا الضغط على معسكر رشيد وكذلك ساحة عقبة وباقي المناطق الأخرى اللي داخل الكرادة. نعم، بالنسبة لمناطق الأعمال شنو هي اللي خلينا نقدر نقول بلشت تكمل أو بعد لها مدة قصيرة وتكمل؟ عندك علم بهاي المدة الزمنية؟ يعني المدة الزمنية لحد الآن الشركة نعم هو إلى بداية العام الجديد، لكن ساحة النسور إن شاء الله بدأ بمرحلة متقدمة صب الأعمدة أو الفضاءات لمجسر ساحة النسور لحد الآن وساحة الفنون أيضا. أما باقي الساحات والتقاطعات ما زالت فيها الأعمال لكن مستمر على قدم وساق. أكيد إحنا لاحظنا هذا الشيء، والأسبوع الماضي تكلمنا عن ساحة صنعاء ساحة عدن وصنعاء، وذكر آمر قاطع الكاظمية قال إنه الشركة وعدت إنه إن شاء الله السنة المقبلة شهر 10 أو 11 تكمل الأعمال بالساحة إن شاء الله بإذن الله. أيضا مديرية المرور العام عندها نشاط مع مديرية الطرق والجسور في توسيع ساحات والتقاطعات الداخلية، وكل مشاهدنا الكريم لاحظ هذا الفرق مثل الكرادة خارج السير اللي قادم من ساحة الطابقين باتجاه الجادرية والعكس وبعض الساحات والتقاطعات الداخلية. توسع لهذه الطرق وضع يعني حتى تستوعب حجم المركبات لا تكون على الأرصفة. تم تعريض مهر الطريق بنسب كبيرة. صحيح. مما أثر تأثير مباشر نعم على حركة السير والمرور. اليوم إذا إحنا نسألك عن المقترحات اللي رفعتها مديرية المرور العامة لفك الاختناقات المرورية. حقيقة مديرية المرور العامة رفعت مقترحات كثيرة من ضمنها المشاريع القائمة بالوقت الحاضر. نعم. ومدة تنفيذها فيما يخص الأعمال بالوقت الحاضر موجودة بالساحات والتقاطعات هي أنفاق ومد مجسرات لغرض استيعاب المركبات. حجم المركبات لا يخفى عليكم حجم كبير جدا. صحيح. وطرقنا ما زالت طرق قديمة لا تستوعب هذا الحجم. الأعمال إن شاء الله القائمة نستوعب منها خير، بداية العام الجديد إن شاء الله نلاحظ عليها الفرق. نعم، احنا دائما نستثمر وجود اي ضابط ويانا ونطلب من عنده نصيحة لسائقي المركبات ونصيحة الى او كلمة الى ضباط ومنتسبي مديرية المرور العامة. حقيقة احنا دائما ما نأكد على ضباطنا ومنتسبينا بالجهاز وكذلك توجيهات سيد معالي وزير الداخلية بالتعامل الحسن مع ذلك الطريق حتى وان كان مخالفا. مواطننا العزيز نعم يطلب من عندنا ان نخدمه كل ما نستطيع من خدمة لغرض الأريحية تجوالة داخل مدينة بغداد. حقيقة ننصح سائقي المركبات بالالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية. ننصح سائقي الدراجات بضرورة ارتداء مستلزمات الشروط المتانة والأمان
وننصح سائقي المركبات الرياضية بعدم ازعاج المواطنين داخل الأزقة والأحياء الداخلية. حقيقة أرقام الساخنة 400 وال55 وال440 تردنا شكاوي كثيرة خصوص هذه المركبات والدراجات، لذلك ننوه أخواننا المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية، وإن شاء الله يا رب السلامة للجميع لكل مواطنينا، وشكرا لجنابكم. شكرا إلى الرائد عبد الكريم حاتم العيثاوي ضابط قسم الاتصالات والسيطرة المركزية في مديرية المرور العامة، أشكرك على كل المعلومات اللي قدمتها لنا ونتمنى لك الموفقية في عملك إن شاء الله. شكرا جزيلا لجنابكم الكريم. أهلا وسهلا. سيادة الرائد عبد الكريم عن الأعمال اللي موجودة حاليا واللي هي تسبب لنا زخم وكثافة، بس أكيد هذه الأعمال راح ترجع بالفائدة للمواطن ولسائقي المركبات ومستخدمي الطريق أكيد مستقبلا. هذه المرحلة اللي احنا بيها هي مرحلة يمكن حرجة، اختناقات، ضغط على الشارع، احنا مثل ما ذكرنا انه شوارعنا ما تتحمل هذه الأعداد، أيضا المخالفات تدخل من ضمن الاختناقات المرورية. يعني احنا اليوم دا نشوف انه الشارع مثلا بثلاث مسارات، تلاقي اكو بعض سائقي المركبات اللي يجي ويريد يدخل بمسار رابع، اكو بعض السايدات الشوارع اللي تكون مثلا هو نفس السايد يكون احنا نسميه رايح راجع بنفس السايد، يكون هو يجي يتعدى على السايد الاخر ويمشي يكون سايدين وثلاث سايدات ويسبب في الزخم يعني ما له داعي. اكيد هذه كليتها النقاط تزيد من الزخم والكثافه اللي موجوده بالشارع. راح نروح الى ميسان ونشوف تقرير الرائد هيمن شنو عدلنا هذا الاسبوع. حوادث المرور من أكثر المواضيع التي تستحق الجدل وأكثرها مخيفة هذه الأيام، والتي تؤدي إلى فتك الأرواح، والتي تحصل من جراء بعض الأخطاء ومنها جهل الفرد بقوانين وتعليمات المرور. بالنسبة لكثرة الحوادث، أول شيء عدم التزام بالقوانين المرورية، زين هاي أولا، وعدم توفر وسائل الأمان الخاصة بالمركبات اللي قاعد تنزل للشارع، هي هاي السبب الرئيسي للحوادث. هذا بالنسبة للمركبات، هسه مثل المركبات اللي جاي نصعد بها احنا بها مثل حزام الأمان، السرعة، قصدك جودة نوعية السيارة، رداءة، مو رداءة يعني مثل التوك توك وغيره، هذه يعني مو مركبة، يعني هي مصالحة للعوائل وغيره، لذلك راح تشوف فيها شسمه. ثانيا السرعة المفرطة بالنسبة للمركبات، زين لعدم توفر يعني يعني التزام من قبل الافراد بهذا الشسمه. عدم التزام بالقوانين هو سبب رئيسي، سبب رئيسي واساسي للحوادث اللي جاي يصير. برايك كثره الحوادث هذه الايام؟ اي والله استاذ، سببها يعني عدم صيانه المركبه. الشباب الطائش، يعني الاجتياز الخاطئ، العجل اللي عند الشباب او يلتهي بالهاتف النقال. يعني تحدثت بالبدايه عن صيانه المركبه. اي استاذ. زين هسه انت شنو عندك مشتغل هاي علامه؟ هاي صحيح، هاي مشتغله شو اسمه ماي سيرفيس. ماي سيرفيس، اذا انه المركبه ايش بحاجه لمن؟ اها، وانا هيك طالع حسس. زين، بحاجه الى صيانه. بحاجه الى صيانه، صحيح. مرات بعض الاخوان انه يجي يتجاهل هذا الشيء، صحيح. اي صحيح، يسبب لفت عطل لا سمح الله بكل عام، وهذا يسبب والى اخرين طبعا. اكيد، يعني لو توقفك بنص الشارع او على الجسر او كذا سبب النزح، اذيه للاخرين طبعا استاذ. وبالتالي لازم ايش علينا، ايش نسوي؟ نتخذ الاجراءات اللازمه طبعا. وأكثر الأسباب استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، ينشغل به ويروح باله، يبتعد عن السياقة ويلتهي بالتليفون. يصير احتمال أنه يلزم التليفون هاي سابقا، هسه الاتصال صار بلوتوث يعني يجي، بس لحد الآن ما جاي عندنا هاي الثقة، يعني ما متابعين ما ماكبين التطورات الحاليه المواطنين. شوف اكو حوادث صارت، هواي حوادث، كلش هواي حوادث، واسباب احد اهم اسباب الحوادث هو الهاتف النقال. حوادث قاعد تصير عندنا؟ نعم، قاعد تشوفها اكيد. وين تشوفها؟ من خلال وسائل التواصل الحديثه،
أو من خلال المشاهدة المباشرة ملاحظ خلال هاي الفترة؟ أولا الطرق غير جيدة، ثانيا عدم التزام بالإشارات، أو ربما السرعة، مجموعة أسباب ما أقدر نجملها يعني بصراحة. يعني مجمل أسباب. مجمل أسباب متعددة، قد يكون السائق ما ملتزم، قد يكون سياقته غير جيدة غير صالح. الشوارع، أنا قبل أسبوعين أو كنت مسافر على طريق بغداد لعمارة، يعني هاي المطبات شفت حادث قدام مساء. نعم. يعني قد يكون الشارع كثرة الحوادث جاي تصير بالشارع، الناس ما جاي تاخذ عبرة من النشر ومن مواقع التواصل ومن نشر القنوات. دائما المرور يطلع برنامج حوادث بكثرة تصير، بس الناس ما جاي تاخذ عبرة من هذا الشيء. يعني قاعد يصير الحادث ينشر واسبابه ويرجع الحادث يتكرر. يرجع الحادث نفس الشيء يتكرر وهي غير اشخاص، ما جاي الناس تاخذ. شنو السبب؟ قلة وعي، والا نشر ثقافة موجود والناس ما جاي تاخذ به. ابسط شيء حزام الامان نلتزم به والسرعه. فاكثر الحوادث جاي تصير لا حزام امان ولا يراعون السرعه، حدود السرعه ابد. اذا تتذكر قبل كم يوم صارت مال الزياره، دائما تصير كل زياره اربعينيه كل زياره شعبانيه حوادث على طريق البتيره وبغير مكان. اي اذا تسمع طريق الموت، يعني كان قبل شارع البتيره احنا نسميه طريق الموت، عبالنا بس احنا عندنا طريق الموت. طريق الموت بكل مكان، ترى كل محافظه تروح لهم يقول لك هذا طريق الموت. ان كل الاسباب اللي تحدثنا عنها هي ليس نتاج عدم وجود القوانين، بل هي ناتج قله الوعي الثقافي المروري وعدم الاهتمام والاكتراث للنتائج الناجمه من جراء الحوادث المروريه. شكرا للرائد هيمن على تقريره. طبعا اليوم كان عندنا شغل بالدائرة عن الحوادث، ودريد نكمل إحصائية 2023 للحوادث المسجلة بالمرور. وصلنا لرقم 611 حادث، بعدنا ما مكملين يعني. هذه فقط اللي مسجلة واللي أصحابها اشتكوا واللي تسجلت بالمرور، عدا اللي أكو بعض الحوادث تتبناها مديرية النجدة أو تتبناها مراكز الشرطة المحلية، أو اللي أصلا مثلا أصحابها يتعرضون الحادث وما يعني ما يبلغون بيها أو ما يتدخل المرور. فالرقم يعني حقيقة أنت خلال سنة 611، وهذا رقم يعني مو صحيح وقابل للزيادة، ورقم اللي فقط مسجلة اللي اتخذنا بها إجراءات كمديرية مرور. يعني إذا أنت تجي تقارن أنه هذه الرقم مو قليل، أكيد الحوادث اللي دا تصير. إحنا اليوم محور حلقتنا عن الزخم والاختناقات المرورية. أنت دائما المواطنين تسألهم وسائقي المركبات يقول الشوارع ازدحام وإحنا مدى نقدر نمشي أكثر من 60 داخل المدينة وبصعوبة. زين هذه الحوادث والأعداد اللي دا تصير شلون منين دا تجي؟ أكثر سائقي المركبات ما يلتزم بسرعة المحددة قانونا، وشغلة ثانية يشوف أنه دائما مثلا إحنا ازدحام يمشي ببطء، على غفلة وصل مثلا مسافة قليلة شاف أنه الطريق مفتوح رأسا مش سريع بدون ما يعرف وشنو مثلا اللي دين ينتظره، شنو اللي موجود بالطريق. أكيد إحنا هذه إلها عدة عوامل وأكو هواي أسباب إلها. إن شاء الله أكيد لما راح نكمل الإحصائية اللي تخص الحوادث وراح أجيبها وياي إلى الاستوديو أكيد، وراح نسوي حلقة خاصة عن هذه الحوادث ونتكلم عنها. نرجع لمحور حلقتنا واللي هو الاختناقات المرورية اللي دا تشهدها شوارع بغداد اليوم. احنا حكينا بالبداية عن الأعمال والزخم اللي دا يصير بسبب الأعمال، وأيضا تكلمنا عن أنه الطاقة الاستيعابية لشوارع العاصمة بغداد اللي هي مدى تتحمل مركبات أكثر، أنه هي تصاميمها
تصميمها قديم، شبكة الشوارع قديمة مصممة لاستيعاب عدد معين، وهذا أكيد مدي الأعداد أيضا موجودة هسه. أيضا إحنا عندنا تخطيط عمراني، عندنا توسعة عمرانية بالنسبة للمناطق السكنية والمناطق الترفيهية، عندنا نمو سكاني. الخلل اللي دا يصير شنو؟ إنه نلاحظ إحنا مؤسسات الدولة والوزارات تكون في قلب العاصمة بغداد، صحيح اليوم ممكن قمنا نتجه إلى الأطراف، وهواي أكو من المدن السكنية دا تصير خارج على أطراف بغداد، وحتى دا تكون مجمعات متكاملة من الروضة والمدرسة الابتدائية والإعدادية، وأيضا حتى أكو جامعات أهلية دا تنفتح بالأطراف. بس المشكلة وين دا تصير؟ المشكلة أنه دا تصير عندنا المؤسسات والوزارات داخل المدينة، وأغلبها دا تتجمع في مكان واحد. يعني إحنا عندنا مثلا تقاطع جامعة بغداد، عندنا جامعتين حكومية، جامعة بغداد وجامعة النهرين، عندنا أيضا وزارة في نفس التقاطع، عندنا نادي بنفس التقاطع، عندنا أيضا مسافة قريبة، عندنا مول أيضا بالتقاطع، مسافة قليلة عندنا فندق، عندنا خط تسوق، شارع اللي شارع مول الواحة اللي موجود بتقاطع الجادرية صار خط تسوق وعبارة عن محلات ومطاعم وكافيهات، هذه كلها تسبب لنا زخم، قلة وجود الجراجات الرسمية أو الحكومية أو حتى المول أو المطعم اللي دا ينفتح ما دا يسوي له جراج خاص به، يعني ياخذ الرصيف اللي هو من حق المشاة ومستخدمي الطريق، ياخذه إله يوقف عليه سياراته، والسيارات اللي بقية ياخذها يوقفها بالأفرع اللي هي كلها مناطق سكنية. دا تجينا هواية مناشدات من الأخوة بالجادرية بالكرادة، كرادة داخل خاصة، وأيضا عندنا في منطقة اليرموك جانب الكرخ، وعندنا المنصور، وعندنا الداودي، الشارع الرئيسي ده يصير به المطاعم والكافيهات، والسيارات ده توقف بالأفرع اللي هي كلها منطقة سكنية واللي هي كلها بيوت. فهذه ده تجينا كثير من المناشدات من المواطنين، يقول أنا حتى من بيتي ما أقدر أطلع، حتى بالمنطقة ما أقدر أمشي براحتي، أنا منطقة سكنية أريد هدوء، ده توقف قدام بيتي سيارات ناس أنا ما أعرفها، ده تبقى لحد حتى ساعات متأخرة من الليل. هذا أكيد إحنا كلها المواضيع وهذه الشكاوى رافعين بها مقترحات ورافعين بها يعني مسجليها كلها ومثبتة، والحلول لها أكيد، بس نتمنى من الجهات المختصة للنظر والتنسيق مع مديرية المرور، مع أمانة بغداد، هيئة الطرق والجسور، في وزارة الأعمال والإسكان، قيادة العمليات أكيد، هذه كلها إحنا متعاونين معها. المقترحات ذات الرفع إن شاء الله تؤخذ بنظر الاعتبار لفك الاختناقات لسحب الزخم الموجود في بغداد. جاني سؤال عن إجازة السوق لأول مرة. بحلقات سابقة احنا كان معانا العقيد احمد فهد وتحدثنا عن اصدار اجازة السوق لاول مرة. اصدار اجازة السوق لاول مرة طبعا احنا تاريخ اليوم هو 13/12/2023، يعني الاشخاص اللي مسموح لهم اليوم يطلعون اجازة سوق هم اللي مواليد 13/12/2006، يعني 2006 فما دون اليوم يحق له يطلع إجازة سوق لأول مرة. كل اللي راح يحتاجه هو بطاقة السكن والبطاقة الموحدة، أو إذا ما عنده بطاقة موحدة الجنسية وشهادة الجنسية وصورتين، راح يأخذها يتوجه بالنسبة للمحافظات إلى كل مواقع المحافظات هي مشمولة بإصدار إجازة السوق لأول مرة. بس عندنا بغداد عندنا فقط موقع التاجيات وموقع الحسينية وموقع ملعب الشعب، هذه ثلاث مواقع فقط هي اللي تختص بإصدار إجازة السوق لأول مرة. يروح للموقع يسحب استمارة من داخل الموقع، يتوجه إلى الفحص الطبي، أيضا موجود الفحص الطبي داخل الموقع، يفحص فحص طبي، الفحص الطبي فقط نظر، يأخذ النتيجة يتوجه إلى ضابط الاختبار. عندنا ضابط الاختبار النظري والعملي. العملي راح يصعد بسيارة حسب هو اختياره، يريد أوتوماتيك أو يريد سيارة غير عادي.
راح يختبر، بعد الاختبار راح يختبر اختبار نظري. الاختبار النظري عبارة عن 10 أسئلة تخص قواعد السير والمرور والعلامات المرورية، إذا جاوب عن 7 أسئلة من أصل 10 فيعتبر ناجح بالاختبار. أكيد إذا لا سامح الله فشل بالاختبار يقدر يعيد الاختبار خلال 24 ساعة. راح يأخذ نتيجة الاختبار أيضا عند محاضرة عن الإسعافات الأولية لا سامح الله في حال حدوث أي حادث، فرح يأخذ محاضرة قصيرة مدة 10 إلى 15 دقيقة عن الإسعافات الأولية الضرورية. بعد أن يكملها يتوجه إلى ضابط التسجيل، ضابط التسجيل رح يأخذ من عنده المستمسكات ونتيجة الاختبار وبصمة وصورته، أكيد مباشرة يلتقط للصورة وبصمة إيده، يوجهها بعدين إلى الرسم. طبعا الإجازة السوق لأول مرة تكلف كلها مع رسم الإجازة ومع اختبار فحص الاختبار ومع فحص النظر تكلف 100,000. بعدها يتوجه إلى الرسوم، بعدها البيمنت اللي هي آخر مرحلة راح ترسل. اليوم كان لنا لقاء مع الملازم أول أوس من قاطع الكرخ الجنوبي، سألناه عن أكثر المخالفات اللي يتم رصدها ضمن القاطع وأيضا عن الزخم المروري وتعاون المواطنين مع رجل المرور. نشوف التقرير ونرجع بعدها. ملازم أول أوس علي من قاطع الكرخ الجنوبي، أهلا وسهلا بك. نعم، صباح الخير عليكم. احنا اليوم نحب نسالك شنو اكثر المخالفات اللي تم رصدها ضمن القاطع، ضمن المنطقه اللي انت مسؤول عليها؟ والله المخالفات يعني المعتاده اليوميه، يعني عندنا مخالفه رئيسيه هي الوقوف الممنوع، عندنا كيرف المعرض وكيرف نادي الشرق. سيارات النقل الجماعي يعني تكثر بهاي المنطقه، يعني منطقه عبور، منطقه اركاب، يعني هم مسويها، هي منطقه ما مسموح لهم للتوقف. هاي مو من ضمن مسؤوليات المرور، من مسؤوليات وزارة النقل. نعم. احنا نعاني من هذا الشيء، يعني لانه وسائل يعني النقل الجماعي يتوقفون بهذا، يعني يتوقفون الارباط بهذا الكرفين، يعني اللي رايح للمهندسين واللي رايح هنا على المسؤول. نعم. لاحظنا خلال هاي اليومين انه اكو كثافه وزخم غير احتياجي، والاكثر المواطنين يشكون من هذا الزخم. احنا نشوف انه دوريات المرور موجوده ومستمره ومتابعه، وايضا اكو تعديل لها من المقرات. نصيحتك لتغطي المرتبات الواجب اللي انتم تقومون به، الاعمال الاضافيه اللي انتم تقومون بها، ولكن يمكن مدى تتفاوت دائما المواطنين اللي ماكو مرور، ماكو زخم مرور في المرور، شلون تتجاوب على هذا؟ والله اليوم شوف هي فرصه انه طول الامطار وان شاء الله امطار خير، يعني احنا متواجدين من ساعه مبكره يعني من الصباح احنا عملنا. انا ما اطلب انه بس الالتزام، يعني من الساعه الالتزام فقط. احنا يعني نقوم بعملنا زي نتكلم رغم الكثافات، رغم انه اكو اعمال يعني الشوارع اللي تتبين، فبدت بكنا انه تصير كثافه بهذا الجانب او بهذا الشارع. فاحنا نقوم بعمل، احنا نطلب من الساق بس التزام باشاره المرور، بالاشاره المروريه، عدم المخالفه. التعاون مع رجل المرور هذا حيكون انسيابيه جدا عاليه. طبعا اكيد، طبعا اكيد نقدر ننظم حركه السير يعني بكل انسيابيه، رغم الكثافات لكن نقدر ننظمها من خلال التعاون يعني بينه وبين الساق المركز. شكرا لملازم اول اوس اللي رغم اليوم الامطار ورغم الجو بارد ورغم كل الظروف احنا نشوف انه رجال المرور موجودين ويقومون بعملهم على اتم وجه. مع الاسف احنا دائما رجل المرور مظلوم، حتى اليوم نشوف الزخم
وصوش المرور، مع العلم أنه الدوريات مستمرة وموجودة وبأعداد أكثر من اللي يحتاجها الشارع. يعني اليوم حتى اللي حسب توجيهات معالي السيد وزير الداخلية المحترم بإشراف السيد المدير المحترم، أيضا بإشراف السادة السيد مدير مرور بغداد الكرخ والرصافة، حسب توجيهات ضباط ومنتسبي المقرات الكرخ والرصافة ينزلون إلى الشارع بواجبات من ساعتين الصبح وساعتين نهاية الدوام حتى ينظمون حركة السير والمرور وحتى يمتصون شوي من الزخم اللي موجود. بس احنا نتمنى من سائقي المركبات التعاون مع رجل المرور، هذه شغلة جدا مهمة. لا تصور انه انت لما تخالف هذا الشيء ما راح يأثر على الشارع، بالعكس هذا الشيء راح يأثر اكيد سلبا على بقية سائقي المركبات، يأثر سلبا على شرط المرور اللي واقف ده يحاول انه ينظم عمل السير والمرور اللي هو اساسا احنا نشوف انه رجل المرور ده يشتغل اكثر من شغله بالشارع. يعني هو مو وظيفته يسحب سير ويقطع سير، هذه وظيفة الاشارة الضوئية. بس احنا اليوم الزخم اللي موجود الاشارة الضوئية توقيتاتها الثابتة ما ده تخدم الزخم اللي والكثافة الموجودة بالشارع. يعني احنا مثل ما ذكرنا انه أسباب الزخم عديدة، تنضاف لها أيضا المخالفات من قبل سائقي المركبات. يعني اليوم مثلا كان هنالك عطل لمركبة كبيرة على طريق السريع قناة الجيش، سبب ازدحام واختناق. طبعا احنا نعرف انه السيارات الكبيرة سيارات الحمل يكون تصليحها موقعي، بحيث انه اذا هي عطلت بشارع ما راح يقدر يتحرك من مكانه، راح يجي المصلح الى مكانها ويصلحها لازم موقعيا. هذه راح تاخذ لها يمكن فد 4-5 ساعات على ما تقدر تصلح وعلى ما تقدر تمشي وعلى ما يكون هناك انسيابية. اليوم مثلا على سريع صلاح الدين كان هناك حادث تقريبا ساعة 7:45 أو 10 كان حادث، هذا الحادث أكيد سبب زخم. السيارات تجي هو خط سريع ويتحمل 4 أو 5 مسارات، بس يوصل مرحلة أنه بسبب الحادث اللي موجود سيارة تمشي. سائقي المركبات أكو اللي يخفف حتى يشوف الحادث، واللي أكو يمكن هو أصلا بقى مقطوع ما قبل تنسحب السيارات إلا مخطط مروري وإلا يجي المرور، فيعني صار فد تأخير بالسير تقريبا 3-4 ساعة، هذا أكيد راح يأثر سلبا على بقية سائقي المركبات. نتمنى من كل الأخوة سائقي المركبات مستخدمي الطريق التعاون مع رجل المرور، هذه نقطة جدا مهمة. رجل المرور وجد لخدمتك، وجد لمساعدتك. الخطوط الساخنة في مديرية المرور موجودة على مدى 24 ساعة 455، أي تتعرض لأي موقف، تتعرض لأي شيء تقدر تتصل. أكيد إحنا موضوع جدا مهم ونصيحة مرورية قبل أن نختم الحلقة. دائما نشوف بعض سائقي المركبات ما يستخدم الإشارة الضوئية لما يريد يغير مساره أو لما يريد يدخل فرع أو لما يريد يطلع من فرع، هذه مشكلة حقيقية موجودة وأكثر السائقين يعانون من عدها. أنت اليوم إذا تريد تنتقل من مسار إلى مسار آخر ضمن نفس الشارع، أنت ملزم ومجبر أنه تفتح إشارة التنبيه. أيضا أنت ما تقدر تحول من مسار إلى مسار إذا كنت تمشي بسرعة عالية، لازم تخفف من السرعة مالتك يلا تنتقل من مسار إلى مسار، هذا حسب قانون المرور أكيد. أيضا اللي يطلع من شارع فرعي ما يستخدم إشارة، باعتبار أنه أنا شارع فرعي ماكو حد، اللي يريد يدخل إلى شارع لازم يستخدم الإشارة الضوئية. لا سامح الله إذا قدامك أكو حادث، إذا صار بطء بحركة السير وأنتوا دا تمشون سريع، لازم أنت تفتح مثلا 4 إشارات، لازم تنبه بقية سائقي المركبات. هذه الإشارة ما موجودة اعتباطا، يعني أتمنى من كل سائقي المركبات أنه يستخدموها. ما راح تأثر أي شيء على السيارة، ما راح تكلفك أي شيء، ما راح تضيف لك أي شيء، بس هي إش قد مهمة وإش قد ضرورية. طبعا حسب قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 فإن عدم استخدام إشارة التنبيه عند تغيير الاتجاه أو عند الدخول إلى فرع أو الخروج من فرع أو عند تغيير حتى مسارك بنفس الشارع، إذا أردت تغير مسارك ومفتحت إشارة الضوئية للتنبيه، فأنت راح تتغرم غرامة مقدارها
50,000 دينار عراقي. وصلنا وياكم إلى ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، نلتقيكم بإذن الله الأسبوع المقبل الأربعاء الساعة 12 ظهرا. تحياتي أنا المقدم سجال عبايشي بالإعداد والتقديم، وتحيات المخرج علي وتوت، وأتمنى لكم السلامة.